أعلنت الحكومة تولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة بمحافظات صعيد مصر. وأوضحت الحكومة أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بإجمالي 1384 مشروعا وبتكلفة إجمالية تتجاوز 26 مليار جنيه في 11 مركزا بمحافظات المنيا وبني سويف وأسيوط. أكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن العالم ما زال بعيدا عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015، مثل معالجة الفقر والجوع لأسباب من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا. وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد أي هدف من الأهداف 17 في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، إذ أظهرت معظم الأهداف تقدما محدودا أو تراجعا. وحث التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل وكذلك تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لسحب المزيد من النفط من المخزون الاستراتيجي لوقف أي قفزة في أسعار البنزين هذا الصيف. وقال أموس هوكشتاين كبير مستشار بايدن إن أسعار النفط لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأمريكيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في الشراء حتى العام المقبل. وتشتري وزارة الطاقة هذا العام نحو 3 ملايين برميل نفط شهريا من أجل الاحتياطية البترولية الاستراتيجية، ذلك بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة بعد أن أظهر مسح ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 0.8% ليصل إلى 82.47 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 78.29 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل إلى 2.47 دولار للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.7% لتسجل 2.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر تقرير أن الولايات المتحدة متخلفة عن الصين بما يصل إلى 15 عاما في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية، إذ تتفوق بكين بفضل النهج التقني المدعوم من الدولة فضلا عن التمويل المكثف. وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وهي معهد أبحاث مقره واشنطن أن لدى الصين 27 مفاعلا نوويا قيد الإنشاء بمتوسط زمني للبناء يبلغ نحو 7 سنوات، وهو أسرع بكثير من الدول الأخرى. وتستطيع البنوك المملوكة للدولة في الصين أن تقدم قروضا بفائدة منخفضة تصل إلى 1.4%، وهي نسبة تقل كثيرا عن الاقتصادات الغربية. اعتبر صندوق النقد الدولي أن للتدابير الضريبية للحماية الاجتماعية دورا رئيسيا في إحداث توازن حيال المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، لا سيما زيادة انعدام المساواة. ودعا صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى زيادة إعانات التأمين ضد البطالة والاستثمار
في التدريب لإعداد العمال للوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي، ويعرض الصندوق فرض ضريبة محددة على الذكاء الاصطناعي التي اقترحها باحثون، معتبرا أن هذا من شأنه أن يؤثر على نمو الإنتاجية، بينما يدعم صندوق النقد زيادة الضرائب على مداخيل رأس المال لإحداث توازن أمام زيادة الفجوة في الثروات.